شابتر 29 ماجنتيك فيلدز. المجالات المغناطيسية. أول ملاحظة بتخصنا بالنسبة للمجالات المغناطيسية، إنه كيف بتولد المجال المغناطيسي؟ يقول العلماء إنه المجال المغناطيسي بتولد لما الشحنات الكهربائية تبلش إيش؟ تبلش تتحرك. فبنقول هنا any moving charge produces magnetic field. يعني أي مجال مغناطيسي بتشوفه بالطبيعة شو بكون أصله، شو منشأه؟ حركة شحنات. any moving charge produces a magnetic field. كويس. فمثلا إذا كان في عندنا سلك في تيار كهربائي، التيار عبارة عن شحنات بتتحرك، راح يتولد حول السلك هذا مجال مغناطيسي، راح يتولد حوله مجال مغناطيسي. تمام. إذا كان في عندك ماجنت في نورث وفي ساوث، مذكرين المغناطيسي كنت تلعبوا فيه بالمدارس، مغناطيس الدائم هذا البيرمننت ماجنت بنسميه، هذا بتولد عندنا هون ايش؟ مجال مغناطيسي. احنا قلنا عشان ينشأ المجال المغناطيسي لازم لنا تيار كهربائي. طيب إذا كان عندك ماجنت زي هيك، وين التيار الكهربائي اللي ولد لنا المجال المغناطيسي؟ يعني زي المغناطيس اللي بيكون على الحزام أو اللي بيكون على الشنطة، بتولد عندنا مجال مغناطيسي منه. إحنا قلنا لازم يكون في تيار عشان يتولد المجال المغناطيسي، شو أصل أو منشأ التيار هذا؟ حد عنده فكرة؟ التيارات هاي بتكون لا لا، إحنا بنسولف عن المغناطيس، القطعة الصغيرة من المغناطيس. لا، لانه في بالارض مجال مغناطيسي كمان. لا هسه هذا المغناطيس لو تاخذه على القمر بضله مغناطيس، ما لهوش دخل بالارض يعني. هذاك لحاله وهذا لحال. طلعوا شو اللي بصير. ابسط لكم المساله شوي شوي. تخيلوا في عندنا ذره. الذره بكون عباره عن نواه وحولها الكترونات. اذا تخيلت انه هاي الالكترونات قاعده بتتحرك بتلف حول النواه هاي. فايش بالشكل هاي؟ بالشكل عبارة عن تيار صغير. شو بالشكل هاي؟ تيار صغير بنسميه تايني كيرنت. هذا التيار الصغير بولد لنا مجال مغناطيسي صغير. فهذا واحد من المجالات اللي بتنشأ على مستوى الذرات. كويس؟ بتولد مجال مغناطيسي صغير جدا. المجال المغناطيسي الأهم اللي بنشأ، اللي بنشأ بسبب مثلا الماجنت القويات زي اللي بنشأ من الحديد، شو بكون؟ بكون على مستوى الإلكترون الواحد. تخيل في عندك إلكترون، لقوا إنه الإلكترون بتحرك حركة مغزلية، هاي بنسميها سبين. ايش يعني الحركه المغزاليه؟ انبسطوا الامور، يعني تقدر تتخيل وكانه الالكترون هذا ايش ماله؟ بدور حول نفسه، بلف حول نفسه. فهذا الالكترون لما يعمل سبين بلف حول نفسه بشكل تيار، هي عباره عن الشحنه هاي، وهي الشحنه قاعده بتتحرك، قاعده بتدور، فهي بشكل تيار صغير. هذا التيار الصغير بولد لنا ايش؟ بولد لنا ماجنتيك فيلد. طبعا هاي تبسيط غلط للامور، الامور اعقد من هيك يعني. يعني هذا الالكترون بس ابسط لكم الصوره انه بلف بالطريقه هاي، والالكترون تقريبا حجمه صفر يعني، يعني قد ما يلف لو لف بسرعه الضوء مش راح يولد المجال المغناطيسي اللي بيولده يعني. يعني هاي الامور صعب تفهمها ضمن الفيزياء الكلاسيكيه، بدها الكوانتم ميكانكس تفهموها. بس هاي يعني تبسيط بس شنع للامور، انه بنقول الالكترون تخيلوا قاعد بلف بدور حول نفسه فبشكل تيار صغير، وهذا التيار الصغير بولد لنا ايش؟ مجال مغناطيسي. هذا تبسيط غلط للامور، بس يعني هيك بصير. واضح؟ يعني هاي اقرب شيء بقدر اوضح لكم اياه. فايش المنشا تاع المجال المغناطيسي بقطعه حديد ولا غيره؟ انه بتكون حركه السبين هاي، هذه الاصل المجال المغناطيسي اللي بنشا عندنا هون. طيب بالنسبه للكره الارضيه، الكره الارضيه زي ما قال زميلكم هاي الايرث مثلا، كمان في بتولد مجال مغناطيسي حولها، وهذا كانوا يستخدموه بالبوصلات. لما تمسك البوصله، البوصله دائما ايش بتشير؟ نحو الشمال. ففي عندنا مجال مغناطيسي بنشا عن الكره الارضيه. طيب شو منشا المجال المغناطيسي؟ احنا قلنا شو منشاه دائما؟ لازم يكون في عندنا ايش؟ تيار كهربائي. طيب وين التيار الكهربائي اللي جوا الكره الارضيه تولد لنا المجال المغناطيسي؟ حدا عنده فكره؟ كيف منشا المجال المغناطيسي بالنسبه للكره الارضيه؟ طيب هاي مجرد تكهنات، انه ما حدا يعني فتح الارض وطال وفات شو جواتها، شاف شو جواتها فعليا، هاي مجرد نظريات. النظريات بتقول انه اللب تاع الكره الارضيه هذا بكون في سوائل منصهره هاي، صح؟ هاي جواتها ايونات، هاي الايونات بتكون تتحرك، هاي الايونات لما تتحرك
هي بتولد لنا المجال المغناطيسي. فشو مسؤول عن المجال المغناطيسي داخل الكرة الأرضية؟ الأيونات الجوة الحمى المصهرة بتكون داخل لب الأرض، تمام؟ إيش اتجاه أقطاب المجال المغناطيسي؟ هذا الشمال زي ما بتعرفوا، وهذا الجنوب بالنسبة للكرة الأرضية، كويس؟ المجال المغناطيسي على الكرة الأرضية بيكون معكوس هيك شكله، بيكون هذا الجنوب وهذا الشمال، هذا الشمال الجغرافي اللي كلنا بنعرفه وهذا الجنوب الجغرافي. المجال المغناطيسي على الكرة الأرضية بيكون معكوس، بيكون الماجنت تاع الكرة الأرضية هيك معكوس، هذا الساوث وهذا النورث. ليش؟ لأنه أنت لما تجيب البوصلة تمسك البوصلة تاعيتك فدائما بتشير نحو الشمال. ليش دائما بتنجذب البوصلة نحو الشمال؟ لأنه في عندك هون القطب الجنوبي نحو الشمال، وصلت؟ الشمال بتجاذب مع الجنوب. وصلت الفكرة ليش البوصلة هيك بتشير دائما نحو الشمال؟ لأنها بتنجذب نحو القطب، نحو القطب الشمالي، لأنه في هون الجنوب المغناطيسي، الجنوب المغناطيسي عند القطب الشمالي والشمال المغناطيسي عند القطب الجنوبي، فمعكوسات. واضحة النقطة هاي؟ طيب شو كمان في عندنا نقطة هون؟ بقول لك كمان ملاحظة ثانية، أني ماجنت has two poles north and south. أي مغناطيس، أي ماجنت جواته دائما قطبين شمالي وجنوبي، مستحيل نلاقي قطب شمالي لحاله، مستحيل نلاقي قطب مغناطيسي جنوبي لحاله. تخيل هذا عندنا بيرمننت ماجنت، هذا الشمال وهذا الجنوب. إذا واحد إجى على هذا المغناطيس إيش ماله وقطعه بالنص كسره، شو بصير؟ بصير النص هذا الشمال وجنوب، والنص الثاني كمان شمال وجنوب. إذا رجعت قسمت هذا مرة ثانية كان بصير عندك شمال وجنوب. ضل قسم قسم بالمغناطيس قد ما بدك، بضل ينشأ عندك شمال وجنوب لحد ما توصل إيش للإلكترون الواحد. راح تلاقي الإلكترون هذا اللي عندك في له قطب شمالي له قطب جنوبي، هذا الإلكترون كان بلف قاعد بتحرك ولدنا قطب شمالي وقطب جنوبي. فدائما في عندنا قطب شمالي وجنوبي مع بعض، مستحيل نلاقي قطب واحد لحاله. طيب الوحدة اللي بنستخدمها بالنسبة للماجنتيك فيلد تسلا، هذا البي عبارة عن كمية متجهة، هذا هو الماجنتيك فيلد بنوجده برمز بي. كويس، الوحدة تاعيته تسلا، والتسلا وحدة كبيرة شوية. ليش كبيرة شوية؟ مثلا المجال اللي بنشأ عن الكرة الأرضية الأرث فيلد تقريبا 10 قوة سالب 4 من التسلا. هذا المجال اللي بنستخدمه بالبوصلة بالنافيجيشن تاعتنا كلياتها عبارة عن 10 قوة سالب 4 من التسلا. إذا واحد جاب مغناطيس القوة تاعته نص تسلا ولزق المغناطيس تاعي نص تسلا، بصعوبة هائلة تقدر تفكهم عن بعض. كشفتهم بقوة بقوة كبيرة كثير تقدر تفصلهم عن بعض. فنص تسلا ربع تسلا تسلا، هذا مجال مغناطيسي كبير شوية، تمام؟ طيب بالمناسبة المجال المغناطيسي تاع الكرة الأرضية هذا مش بس الإنسان بيستفيد منه، كمان كثير حيوانات تستفيد منه. يعني هاي الكرة الأرضية مثلا في عندهم بتولد مجال مغناطيسي. الحمام لما بده يسافر من منطقة لمنطقة كيف بيعرف الاتجاهات؟ واحدة من الآليات اللي بتعرف فيها على الاتجاهات هو المجال المغناطيسي. النحل لما بده يروح على بيته كمان واحدة من الآليات اللي بتعرف فيها على بيته من خلال المجال المغناطيسي تاع الكرة الأرضية. وحتى على مستوى الديدان لقوا كمان بعض الديدان لما بتتسبح مش هاي مثلا خلينا نقول هون بتكون تخيلوا هاي المنطقة كلياتها طين، فهي بسموها مد بكتيريا. هاي المد بكتيريا بتحاول تسبح دائما ايش للداخل المنطقة، تسبح ايش للداخل. فلما تكون الدودة جوات الطين ما بتعرفش فوق من تحت، بطل تعرف الاتجاهات وين الفوق وين تحت، فبتستعين بالمجال المغناطيسي تاع الكرة الأرضية عشان تبلش ايش تسبح للأسفل، تسبح دائما ايش نحو الداخل، ما تطلعش لبرا لجهة الشمس، دائما بتحاول تظلها ايش جوات الطين. واضح؟ طيب الآن بالنسبة لقوة المجال المغناطيسي، تخيل في عندنا هون مجال مغناطيسي بي، وفي عندنا هون شحنة كيو تتحرك بسرعة في. لقوا أن القوة المغناطيسية على هاي الشحن مرمز لها بالرمز هذا قانون تجريبي،
اف بي، او برمجه لها برمز اف ام، الماجنتيك فورس عبارة عن كيو في كروس بي. هذه القوة المغناطيسية اللي بتنشأ عن المجال المغناطيسي اذا كان في عندنا شحنة بتتحرك داخل هذا المجال. طب عن زي ما انتم شايفين هنا الشحنة لازم تكون لها سرعة، في هي السرعة. اذا الشحنة كانت ساكنة المجال المغناطيسي ما بيأثرش عليها نهائيا، لازم الشحنة تكون تتحرك عشان المجال المغناطيسي يأثر عليها بقوة. هذا اللي بقوله بالتجربة كويس. والبحكم هذا القانون كليات وايش الكروس برودكت، الضرب المتجهي، هذا اللي اخذته زمان بالمية وواحد. بمعنى اخر اذا كانت الشحنة هاي تتحرك مع المجال او عكس المجال القوة عليها صفر. ليش القوة عليها صفر؟ لانه مقدار القوة هنا عبارة عن كيو في بي في الصين الثيتا، فالثيتا هاي راح تكون ايش بالحالة هاي صفر او 180 درجة. شو الثيتا اللي نقصد فيها هنا؟ الزاوية مع الماجنتيك فيلد، هذه الزاوية ثيتا، الزاوية المحصورة ما بين السرعة وما بين المجال المغناطيسي، هذه هي الثيتا اللي قاعدين بنسولف عنها كويس. طبعا هذا القانون بيمكننا من اننا نعرف ال بيمكننا نعرف ايش الوحدة تاعت التسلا بتساوي فعليا. عشان تعرف وحدة التسلا باخذ هذا الماجنتيك فيلد بخليه بطرف والباقيات بخليهم طرف ثاني، فبقول هنا البي بتساوي القوة تقسيم كيو في في صاني ثيتا، فأعوض الوحدات تاعتهم، فمنه بستنتج انه الواحد تسلا عبارة عن نيوتن تقسيم كولوم تقسيم متر على الثانية، الصاين ما له وحدة فهذا هي التسلا، فالتسلا فعليا عبارة عن نيوتن في ثانية على كولوم في متر، هذا الواحد تسلا بيساوي الكمية هاي من الوحدات. تمام. طيب النقطة الثانية مهمة، الشغل اللي ببذله اللي بتبذله القوة المغناطيسية work done by the magnetic force، الشغل اللي بتبذله القوة المغناطيسية، الشغل اللي خلناه بالمية واحد، إذا كانت القوة ثابتة كنت تقول مثلا دلتا، كنا نقول عبارة عن F في دلتا R في كوساين ثيتا، هذا بزبط إذا كانت القوة ثابتة، القوة بشكل عام متغيرة، فراح نستخدم القانون هذا، الشغل بيساوي تكامل F دوت دي ار، هذا القانون اذا كانت القوه ايش متغيره، والقوه المغناطيسيه بشكل عام ايش بتكون متغيره كويس. فبدي احسب شغل القوه المغناطيسيه، فاذا بدي احسبها بدي احسب جزء من الشغل الاول ايش اللي هو دي دبليو عباره عن اف دوت دي ار، بعدين اكامل يعني هذا جزء من الشغل عباره عن اف دوت دي ار، لما اكمل الكميه اكمل هاي واكمل هاي بحصل على الشغل الكلي واضح. فبدي احصل بدي احسب بالبدايه ايش جزء من الشغل اف دوت دي ار، فنحسبه مع بعض. بنقول جزء من الشغل عبارة عن F dot dr، ودr هاي الإزاحة البسيطة مثلا حركة الإلكترون أو البروتون مسافة بسيطة داخل المجال المغناطيسي كويس. ال F قلنا قبل شوي بيساوي كيو في كروس بي، هذا هي شدة القوة المغناطيسية. تمام. طيب ال V بتساوي الدي ار على الدي تي زي ما تعلمتوا بالفيزياء 101، اللي هي السرعه عباره عن ايش؟ مشتقه الموقع بالنسبه للزمن، فالدي ار هاي الازاحه الصغيره اللي بتقول ايش؟ للصفر. تمام. من المعلومات المتجهات اللي خطوها بال 101 لو قلنا اي كروس بي بتساوي سي، كنا نقول لكم دائما سي بكون بالحاله هي عمودي على الاي وعمودي على البي، بذكرنا هاي بال 101. إذا قلنا لكم إنه C بتساوي A كروس B معناته C متعامد على الـ A متعامد على الـ B، يعني الزاوية ما بين C و A 90 درجة، الزاوية ما بين C و B 90 درجة كمان كويس. فبالتالي هاي F، الزاوية بين F و V 90 درجة، الزاوية بين F و B 90 درجة. طب نكتبها بالصيغة الثانية، هاي Q في DR DT كروس B، منو بستنتج إنه الزاوية ما بين الـ F، هذه الاف، الزاويه ما بين الاف هاي والبي 90 درجه، الزاويه ما بين الاف والدي ار كمان 90 درجه،
واضح؟ قديش الزاوية ما بين الاف والدي ار 90 درجة، ليش؟ شو عرفني؟ لأن الاف بتساوي في كروس بي، وفي عبارة عن ايش؟ دي ار على دي تي. فالزاوية المحصورة بين القوة والدي ار 90 درجة. فنرجع على القانون تاع الشغل هذا اللي فوق هنا. هذا عبارة عن اف دوت دي ار. اف دوت دي ار يعني ايش؟ يعني اف في دي ار في كوساين الثيتا. قديش الزاوية المحصورة بين الاف والدي ار؟ هي استنتجناها 90 درجة، وهنا في عندي ايش؟ كروس برودكت. الزاوية دائما وابدا ما بين الاف وما بين الدي ار 90 درجة، فهي الزاوية دائما 90 درجة، فبضرب هون دائما كوساين 90 فصفر، فدائما وابدا دي دبليو بتساوي ايش؟ صفر. فبنستنتج انه الشغل القوة المغناطيسية بتساوي ايش؟ صفر. القوة المغناطيسية ما بتعملش أي شغل، ليش ما بتعملش أي شغل؟ لأن القوة دائما بتكون متعامدة إيش؟ على الإزاحة، دائما وأبدا القوة بتكون متعامدة على الإزاحة، فعندك هاي الشحنة قاعد تتحرك بهذا الاتجاه مثلا، تلاقي القوة هيك دائما، القوة المغناطيسية بتأثر بهاي الطريقة، واضح؟ دائما وأبدا القوة متعامدة على الإزاحة. طيب عاد شو بتعمل القوة المغناطيسية؟ اللي بتعمل القوة المغناطيسية هو تغيير الاتجاه، فبنقول هون the magnetic force أو بي magnetic force can change the friction only but not the mag. بنقول هنا الماجنتيك فورس كان تشينج ذا دايركشن اونلي بات نوت ذا ماجنتيود اوف في، بتغير الاتجاه تاع في ما بتغيرش المقدار تاع في، هذا كله بتعمل القوه المغناطيسيه، بتتحكم بالاتجاه ما بتتحكمش بالمقدار. اللي بتتذكروا بالفيزياء 101 كنا ناخذ الشغل بيساوي التغير في الطاقه الحركيه، بناخذ هنا شغل القوه المغناطيسيه، التغير في الطاقه الحركيه بيساوي نص ام في فاينل تربيع ناقص نص ام في انيشال تربيع. بتطلعوا هنا على الفاينل وعلى الانيشال الفرق بيناتهم مجرد اتجاه، فما بيظهر انه هاي تربيع وهاي تربيع، فدائما وابدا هذا ايش بيساوي بالنسبه للقوى المغناطيسيه؟ بيساوي صفر، لانه شغل القوى المغناطيسيه دائما وابدا صفر. واضح لحد الان؟ طيب اعطيكم مثال بسيط. تخيلوا في عندنا إلكترون بتحرك داخل مجال مغناطيسي B، هذا المجال المغناطيسي قيمته 0.025 تسلا. الإلكترون بتحرك بهذا الاتجاه، هاي اتجاه السرعة تاعيته، وسرعة تاعية الإلكترون 8 × 10^6 متر بالثانية. الزاوية اللي بيعملها الإلكترون أو حركة الإلكترون مع المجال المغناطيسي 60 درجة. المطلوب بالسؤال هذا نحسب القوة على الإلكترون، على الإلكترون find the نحسب القوة المغناطيسية على الإلكترون. هذا سؤال مباشر، سؤال بسيط. بنبلش بالمقدار، مقدار القوة المغناطيسية عبارة عن كيو في بي في صانية ثيتا، بس تعويض مباشر، هذا كمقدار، فبنقول هنا 1.6 × 10^-19، هاي شحنة الإلكترون، سرعة تاعيته 8 × 10^6 في المجال 0.025 في جيب 60. بنعوض الأرقام هاي كلياتها بالآلة الحاسبة، رح يطلع معنا رقم بيساوي 2.8 × 10^14 نيوتن. هاي القوة المغناطيسية على الإلكترون. هاي القوة اللي شايفينها كبيرة ولا صغيرة؟ شو رأيكم؟ 10^14 هي صغيرة، بس فعليا هي بتأثر على إيش قاعدة؟ على إلكترون، والإلكترون كتلته قليلة جدا، فراح يكون تأثيرها كبير على الإلكترون هاي. تخيل في عندنا هاي الكرة الأرضية، وهذا عندنا إلكترون دخل على مجال الكرة الأرضية. الآن رح يأثر على الإلكترون قوة مغناطيسية بسبب وجود مجال مغناطيسي للكرة الأرضية، وقوة الوزن
الكرة الأرضية راح تجذبه للأسفل. قوة الوزن أم في جي تقريبا هاي كتلة الإلكترون 10 قوة سالب 31 كويس ضرب 10 فبطلع تقريبا 10 قوة إيش سالب 30 نيوتن، بينما القوة المغناطيسية بسبب وجود المجال المغناطيسي للكرة الأرضية تقريبا 10 قوة سالب 14 نيوتن. أي أكبر هاي ولا هاي؟ المغناطيسية أكبر. أكيد، فدائما على مستوى الأجسام الدقيقة إلكترونات بروتونات القوة الكتل القوة التجاذب الكتلي أو قوة الوزن بنهملها كليا، هاي كانها مش موجودة بنعتبرها مش موجودة، هي أكبر ملايين المرات منها يعني. فبناخذ بعين الاعتبار بس إيش قوة المجال الكهربائي قوة المجال المغناطيسي نهملها هذيك نهائيا. طيب نيجي على الاتجاه، هذا اتجاه الماجنتيك فيلد وهذا الإلكترون هاي اتجاه الحركة تاعيته، وأن القوة بتساوي كيو في كروس بي. كيف بحدد اتجاه القوة؟ باتجاه أو باستخدام قاعدة اليد اليمنى، بتجيب إيدك اليمين بتحط الإبهام باتجاه السرعة والأربع أصابع باتجاه الماغنتيك فيلد، طبقوها شوفوا وين بطلع اتجاه القوة على الإلكترون. الإبهام باتجاه الفي بالإيد اليمين والأربع أصابع باتجاه الماغنتيك فيلد، وين بطلع اتجاه؟ موجب زين للداخل ولا للخارج؟ للداخل. ثواني، قاعد بناء على قاعدة اليد اليمنى لو واحد حط الإبهام باتجاه الفي الأربع للخارج راح يكون للخارج، بس راح تحط الجواب للداخل. ليش؟ لأنه هاي كيو تعيد سالبة سالبة، ممتازين، هاي الكيو سالبة راح تعكس الاتجاه، فبنقول اتجاه القوة بالحالة هاي بتكون into the page. واضح ليش لداخل الصفحة؟ لأنه الشحنة تاعت الإلكترون سالبة، السالب هذا بيعكس الاتجاه تاع القوة. طيب ناخذ حالة ثانية أكثر أهمية، إذا كان حركة الجسم مشحون داخل مجال منتظم. بنقول كلمة مجال مغناطيسي منتظم نقصد في ثابت مقدارا واتجاها، لو حابين نعبر عنه بنعبر عنه بخطوط متوازية بهذا الشكل، هذا مجال مغناطيسي منتظم كويس. إذا كان داخل بالصفحة نرسم بهاي الطريقة، هذا بكون البي بالحالة هاي إيش ماله انتو دي بيج. إذا كان طالع من الصفحة بهاي الطريقة بنعبر عنه، هذا بكون out of the page. واضح كيف بعبر عن اتجاه المجال المغناطيسي؟ الاكسات تاي معناها ايش؟ داخل الصفحة، هاي النقاط عبارة عن ايش؟ بكون خارج الصفحة، هاي اتجاه المجال المغناطيسي. يعني ندرس حركة جسم مشحون داخل مجال مغناطيسي منتظم. تخيلوا في عندنا جسم مبدئيا ناخذه موجب بتحرك بسرعة V، دخل على منطقة فيها مجال مغناطيسي نحو الداخل، هذا هو المجال المغناطيسي كويس. فايش راح يحصل؟ راح يتأثر هذا الجسم بقوة مغناطيسية، القوة المغناطيسية كنا بنعرفها بتساوي F Q V كروس B. مجرد ما فات على منطقة المجال وين اتجاه القوة عليه راح يصير؟ بتحط الإبهام باتجاه الفي والأربع أصابع بالماجنتيك فيلد، وين تطلع؟ للأعلى. للأعلى، ممتاز. فالإلكترون هذا أو آسف هذا الجسم المشحون الموجب مجرد ما فات على المنطقة هاي راح تبلش القوة المغناطيسية بعملها بالأزرق هيك تشده، هاي الماجنتيك فورس. فهو أصلا لوين ماشي؟ ماشي لليمين، هي بتشده لفوق، لما تشده لفوق بتحرف الاتجاه تاعه، فالاتجاه تاعه بنحرف، فكيف بصل اتجاهه؟ هيك بصير حركته، واضح؟ هذا الماجنتيك فيلد في كل مكان طبعا، واضح كيف انحرف الاتجاه الحركة؟
كان ماشي بأمان الله بطريقة هاي، بس فات على المجال المغناطيسي، شدوا المجال المغناطيسي للأعلى فانحرف، صار هيك اتجاه الحركة تايته، هاي هي اتجاه الفي الآن. لأنه هو بالوضعية الجديدة هاي كيف رح يكون اتجاه القوى المغناطيسية عليه؟ بتحط الإبهام باتجاه الفي والأربعة الصابع باتجاه الماجنتيك فيلد، كيف رح يكون اتجاه القوة؟ اليسار، يعني يسار تقريبا، بتكون متعامدة على الفي كمان في هذا اتجاهها. كويس. هاي القوة ايش رح تعمل كمان؟ ماشي بطريقة رح تشده لفوق، رح ترجع تحرفه مرة ثانية، فرح يصير هيك يمشي. هيك صار اتجاهه، واضح؟ بترجع القوة المغناطيسية كيف تشده؟ رح تشده للشمال 100%، هاي القوة المغناطيسية، رح تحرفه كمان مرة، رح يصير ايش؟ اتجاهه بهاي الطريقة. بترد تشده كمان مرة، بس هيك اتجاهه، بترد تشده كمان مرة بهاي الطريقة. لو بتطلع على الحركة تاعته كلها على بعضها رح تلاقي ايش ماله؟ طيلف على شكل حركة دائرية. بتلاقي هاي القوة وكانها قوة مركزية، القوة المغناطيسية كانها قوة مركزية بتجبره ايش؟ يلف حركة دائرية منتظمة، فهيك رح يبلش يتحرك. واضح ايش اللي بصير؟ وكان ماشي مستقيم، قوة المغناطيسي شدته لليمين، شدته للأعلى آسف، فانحرف اتجاه السرعة، ردت شدته مرة ثانية، رجعت انحرف، ردت شدته، رجع انحرف، وهكذا، فبصير إيش؟ يدور بهاي الطريقة. تمام؟ الآن كلمة هاي منتظمة، مجال مغناطيسي منتظم، هدققنا عليها بالبداية، قلنا هذا البي إيش ماله؟ يونيفورم، إنه القوة هاي المغناطيسية بتكون كلياتها إيش؟ متساوية. هاي القوة المغناطيسية شايفينها كلياتها متساوية، فبالتالي رح يعمل دائرة مغلقة، رح يتسكر على حاله بالطريقة هاي. لو كانت المجال المغناطيسي شدته مش متساوية، يعني بتلاقي منطقة أقوى من الثانية، احتمال إيش؟ ما تسكرش الدائرة هاي. يعني تخيلوا في عندنا جسم فات على المنطقة هاي، إذا كان المجال المغناطيسي مش منتظم جسم هيك تكون حركة تعيته مثلا، إذا كان المجال قاعد بضعف أو قاعد بقوى على حسب، ما بيعمل دائرة مغلقة. أنا بعمل دائرة مغلقة ليش؟ لأن المجال المغناطيسي منتظم. لقطوها هاي؟ نعيدها مرة ثانية بس بالنسبة للشحن السالبة عشان تفهموها أحسن. تسارع مركزي هون؟ أيوة، حركة دورانية هاي، تسارع مركزي. تخيل العكس الآن، جبنا الشحن السالبة ودخلت بسرعة V على المجال المغناطيسي، كيف اتجاه القوة عليها؟ بس تفوت على المجال بالأسفل. ايوه، هاي الابهام هي الاصل للاعلى، بس لانه السالب راح تكون للاتجاه. ايوه ممتازين، هاي اتجاه الفي، فالقوة المغناطيسية راح تشد هيك للاسفل، فراح تجبر الالكترون هذا ايش ماله؟ يعمل حركه دورانيه بهذا الاتجاه، حيبلش يدور بهيك بهذا الاتجاه، واضح؟ راح يبلش يدور حركه دورانيه. فلو رسمناهم كلياتهم مع بعض هذا عند المجال منتظم، فلو كان في عندنا الشحنة موجبة بس تدخل راح تبلش تدور بهذا الاتجاه، لو كانت شحنة سالبة راح تدور بهذا الاتجاه، تعمل دائرة مغلقة. كويس. طيب ايش بالنسبة للراديوس تاع الحركة الدائرية R؟ كيف نحسب الراديوس تاع نصف الدائرة الموجودة عندنا هنا؟ نحسبها زي ما تعلمنا زمان كيف تتعامل مع الحركة الدائرية بالفيزياء 101. كنا نقول مجموع القوى المركزية سيجما اف ار بتساوي الكتلة في التسارع، هذا قانون نيوتن الثاني فعليا، بس هنا التسارع التسارع المركزي بنحطه، سيجما اف ار بتساوي ام ار تربيع على بي تقسيم ار. ممتازين، هذا التسارع المركزي كنا ناخذ زمان بال 101. مجموع القوى، القوى المغناطيسية عبارة عن ايش؟ كمقدار Q V B في J بالزاوية في تربيع على R. كويس. أول نقطة ال R تربيع هاي بتروح مع ال V. نجي بالنسبة للساين الثيتا، الثيتا هي الزاوية المحصورة ما بين السرعة وما بين إيش؟ دائماً هاي اتجاه السرعة وهذا اتجاه المجال، فإيش بكون الزاوية بيناتهم؟ 90 دائماً. ولو ما يلف طيب؟ برضو 90. كيف ما يلف بضلها 90 درجة، طلعوا يعني هاي اتجاه الحركة بس المجال المغناطيسي هو للداخل، فكيف ما يلف دائما هاي 90،
فهذا كلياته ايش بيساوي؟ انه زاوية 90 درجة. فبصفي عندنا هنا Q في B بيساوي M V على R. اختصرنا هون انتبهوا ال V راحت مع التربيع. فمنو بستنتج انه ال R بيساوي طبها هون M V K B يعني. فمنو بستنتج انه ال R بيساوي M V على Q في B. طب على صفحة جديدة أحسن. ال R بيساوي ال M في V على Q في B. هذا radius تاع الحركة الدورانية الموجودة عندنا هنا. M كتلة الجسم اللي قاعد بتحرك V السرعة، Q الشحنة تاعيته، وB شدة المجال المغناطيسي. واضح؟ هاي أول نتيجة، هاي نتيجة مهمة. هذا بتسألوا عليه كثير الموضوع هذا. انتبهوا له. طيب. بما أنه في عندنا حركة دورانية هذا الجسم يتحرك حركة دورانية بهذا الاتجاه مثلا، ففي عندنا ايش؟ Angular Speed. خطوها بجزء بالمية واحد. السرعة الزاوية. ايوه السرعة الزاوية اوميجا كنا رمز لها. كان تعريفها عبارة عن V تقسيم R. هاي السرعة الزاوية Angular Speed. ففي تقسيم R تطلع العلاقة هاي اللي عندك هنا V على R عبارة عن ايش؟ كل بساطة عبارة عن Q في B على M. منين جبت النتيجة هاي؟ من العلاقة الفوقانية هاي، بس حطيت V على R وخطط على الطرف الثاني فصارت Q في B على M. كويس؟ الـ Angular Speed هي نفس الـ Angular Frequency. هي نفس إيش الـ Angular Frequency. فهي لها اسم بكتابكو، هذا مجرد اسم، هذا مجرد اسم، بس بدي أعطيكو إياه عشان لو أعطوكو إياه بالامتحان تعرف شو بقصدوا فيه. فهاي بقصدوا فيها كما او لها اسم ثاني بسموه عدد الدورات تكملها بالثانيه كانه لا سايكلوترون فريكوانسي. شو بسموه هذا؟ سايكلوترون فريكوانسي. هذا الفريكوانسي تردد بيستخدموه بايش؟ بالمسارعات النوويه. زي ما راح ناخذ التطبيقات بالمستقبل ان شاء الله. السايكلوترون فريكوانسي لما تسمع كلمه سايكلوترون فريكوانسي شو بقصد فيها؟ الانجولار سبيد مش فريكوانسي. انتبهوا بيختلفوا عن بعض. الفريكوانسي غير عن انجولار فريكوانسي، بس هذا مجرد اسم. لما يقول لك بالامتحان كلمه سايكلوترون فريكوانسي شو بقصد؟ الانجولار سبيد او الانجولار فريكوانسي فعليا بقصد هاي اوميجا، ما بقصد اف. يعني هاي مش نفس اف. انتبهوا ما بسولف عن اف قاعد، بسولف عن هاي. واضح؟ هذا مجرد اسم. طيب في كمان البيريود. هذا الجسم قلنا قاعد بدور، فأكيد بيأخذ زمن تيكمل الدورة كاملة، فهي بنسميها البيريود تي. هاي عبارة عن إيش؟ بتذكروا أيام المية واحد كنا نقول V بتساوي دلتا إكس على دلتا تي، فدلتا تي كانت تساوي دلتا إكس على V. عشان تحسب الزمن لك تقسم المسافة على السرعة. أنا بدي إياه يلف دورة كاملة، فقداش المسافة اللي بدي إياها بالحالة هاي؟ عشان يلف دورة كاملة قداش لازم يقطع؟ محيط الدائرة 2R. أيوه هذا نقسم هون 2 باي R في باي على V بس. تمام؟ هذا هو إيش البيريود. إذا واحد بده يستخدم الأوميجا، الأوميجا هاي شو معناها؟ شو بتفرق الأوميجا عن الـ V؟ الـ V هاي كم معناها؟ كم متر بقطع بالثانية. هذا الجسم قاعد بتحرك، كم متر بقطع بالثانية. الأوميجا معناها كم راديان بقطع بالثانية، كم درجة، كم زاوية بقطع بالثانية، كم راديان بقطع بالثانية. هاي معنى الأوميجا هاي. كويس؟ فإذا بدي لف دورة كاملة كم زاوية بكون قطع؟ 360 درجة. فهاي بتساوي قديش فعليا؟ 2 باي. 2 باي على أوميجا كمان هي نفسها. لما بتقول 2 باي R على V أو 2 باي على إيش؟ على أوميجا. هاي منين نجيبها؟ هاي بسيطة، بتقسم R على V. العلاقة اللي حطيناها قبل شوي، مش قبل شوي كتبت لكم هون، عيد كتابة لكم. كتبنا R بتساوي M في V على Q في B. الآن بدنا إحنا إيش؟ R على V. هاي بتساوي 2 باي في M Q على B. هذه هي البيريود. شو عملتوا هنا؟
جبت الفي لهنا صارت ار على في، هاي ار على في بصير ام في كيو في بي، ام كيو على بي مضروبه في 2 باي. واضح؟ هذا هي البيلت، هذا الزمن اللي لازم تتم دوره واحده. مش واضح لحد الان؟ واضح تمام. ناخذ حركه عقد شوي. تخيلوا في عندي مجال مغناطيسي بهذا الاتجاه، هذا اتجاه الماغنتيك فيه. كويس، لو كان في عندي جسم مثلا موجب بتحرك بهذا الاتجاه، هذا الاكس اكسس مثلا وهذا الواي اكسس، فهذا بيمتلك بسرعه مقدارها في اكس. شو راح يكون تاثير المجال على السرعه هاي؟ صفر، ما في تاثير ولا شيء نهائيا، راح يضل مكمل مستقيم كانه مش موجود المجال المغناطيسي، كانوا ما فيش مجال مغناطيسي. واضح؟ طيب تخيل هذا الجسم نفسه كان ماشي بسرعة صاديلة الأعلى، شو تأثير المجال المغناطيسي عليه بالحالة هاي؟ من أي ناحية أستاذ دكتور؟ هل في تأثير المجال المغناطيسي على الجسم هذا؟ بس بغير اتجاه. بغير اتجاه، كيف راح يغير اتجاهه؟ وين اتجاه القوة اللي راح تكون؟ كتقولوا كيو في كروس بي، اللي بهام باتجاه البي والأربع صب باتجاه البي. طيب. هاي البي وهاي البي، وين راح تكون القوة عليه؟ للداخل. للداخل، فراح يكون في قوة مغناطيسية بالشده لجوا. كويس، هو طالع لفوق، هذا ايش مال طالع للأعلى، بس اشي هو شده لجوا، هو طالع فبيبلش يدور ايش حول نفسه بهاي الطريقة، راح يبلش يدور، نعملها بالخط الأسود هيك، راح يبلش يدور بهذا الاتجاه، راح يبلش يعمل حركة دورانية بهذا الاتجاه. واضح؟ إذا كان مثلك مركب اصطادي هيك بلش يدور، وفوت يعني هو فعلا ميلته، بس هو فعلا بفوت لجوا هيك جوا الصفحة، بفوت راح يفوت جوا الصفحة ويطلع، بفوت جوا الصفحة وبطلع. كويس؟ لو كان هذا الجسم امتلك السرعتين الهاي وهاي مع بعض سوا، بنمسح هنا تحت، فلو هذا الجسم امتلك مركبتين، مركب السينية ومركب الصادية، عادي جسم مع مركب السينية للسرعة ومركب الصادية، وأثرنا عليه مجال مغناطيسي بهذا الشكل، شو بصير للجسم هذا؟ مركب السينية بتخليه يمشي لليمين، مركب الصادية بتخليه إيش؟ يعمل حركة دورانية. فكيف راح نجمعهم سواء؟ قاعد بدور وبيمشي لليمين، بدور وبيمشي لليمين، كيف راح تصير حركته؟ ما مرت عليه ايش؟ زي دوامه مش دائره، يعني دوائر مش متساويه، بده يلف ويعمل دائره هو صح، بس الفي اكس هي بتجره لليمين، فهيك بده يجي بده يلف، بعدين الفي اكس بتلف لليمين، بلف بعدين الفي اكس بتلف لليمين، فهو بلف وبروح لليمين، بلف وبروح لليمين، فهيك راح يمشي فعليا. بهذا الاتجاه زي الزمرك، الحركه تاعته شكلها زي الزمرك، هاي بنسميها الحركه هيلكس. واضح؟ هاي الحركة راح اللي يتحرك الجسم المشحون عندنا هنا، تمام؟ طبعا لو كان هذا الجسم شحنته سالبة راح تكون نفس الطريقة، بس بدل ما يبرم بالشكل هذا راح يبرم بالاتجاه المعاكس، يعني بدل ما يفوت لجوا راح يصير يطلع لبرا ويلف بهاي الطريقة. واضح؟ هذا هيك بفوت لجوا، ذاك راح يفوت هيك، بس عن المبدأ واحد، راح يتحركوا كلياتهم بهاي الطريقة، راح يتحركوا على حركة الهيلكس. واضح؟ عشان تنتج عندك الحركة هاي لازم يكون في عندك مجال مغناطيسي منتظم، صح؟ الآن لازم يكون المركب السرعة لها مركبة موازية للمجال ومركبة عمودية للمجال. هاي المركبة الموازية للمجال بتخليه يتحرك، وهاي المركبة العمودية بتخليه إيش؟ بتخليه يدور. لما تجتمع هذول المركبتين سواء تنتج عند الحركة الهيلكس. كويس؟ لأن هاي المسافة نعملها بالأزرق من هون لهون، هاي مرات بتنسألوا عليها بالامتحان، دي اسميها دي، هاي بيتش بسموها المسافة، هاي مرات بيسألوكوا عليها، هاي ايش بتساوي فعليا؟ لو بتطلعوا الجسم هذا ماشي لليمين، فهي بتعتمد ايش؟ على الفي اكس، على المركبة الموازية، على ايش بتعتمد؟ على المركبة الموازية. طب قديش بده الزمن الجسم تا يبلش من هون تا يوصل لهون؟ بلش هون
وصل لهم قديش بده زمن؟ حد عنده فكرة؟ استخدم قانون اللي اخذنا قبل بتاع البيريود الزمن الدوري، بده زمن دوري واحد يعني، هو فعلا مشى لهون ويلف محله بس انزاح، وكان يلف ويرجع محله بس الفي اكس تاي زاحته مش الاصل يلف محله، فهو بلش عند النقطة هاي، لما بده يرجع لقى حاله هون ما لقى حاله عند نفس النقطة، ففعليا هاي الزمن دوري، بده زمن دوري تيصل لعنده هنا. فالمسافة هاي دي عبارة عن ايش؟ عبارة عن ال V X ضرب T، ال V X ضرب T. إذا ما كانش معاك محاور بتقول هي ال V الموازية ضرب T، بس هالبساطة هاي. طبعا T قداش كتبناها قبل شوية؟ T T T بتساوي 2 باي ام كيو على بي. اذا سالك عن المسافه هاي، هاي هي المسافه، واضح؟ هاي بالنسبه لحركه الهليكس. وهذا سؤال مرات كانوا يجيبوه. حد حابب يسال شيء عليه هذا؟ طيب اعطيكم مثال بسيط مباشر. هذا المثال في عندنا بروتون بتحرك حركة دائرية منتظمة، هذا البروتون نصف القطر بتاعه R معطي R 14 سنتي، ومعطينا كمان المجال المغناطيسي. طب إذا كان المجال المغناطيسي للداخل كيف البروتون بده يلف؟ بطريقة هاي ولا بطريقة هاي؟ حسب السرعة تاعته طبعا هو بكون، صح؟ حسب اتجاه سرعته. نعم عقارب الساعة. حسب عكس عقارب الساعة. حسب كيف بلش يعني. لو كان هو بلش بهاي السرعة هيك ماشي لفوق، تبي تقول هاي الفي، هاي البي راح يلف بهذا الاتجاه. لو بلش لتحت سرعته راح يلف طريقة ثانية، هاي اتجاه الحركة. أساس هاي سرعته الابتدائية مثلا راح تدور بالطريقة هاي، ما علينا. هاي الار 14 سنتي تعب، تحولها لأمتار طبعا. الماجنتيك فيلد اللي عندنا هنا 0.35 تسلا. بقول لك هذا البروتون بيتحرك ايش بيصير؟ بروتون از موفينج ان سيركلر اوربت. شو يعني سيركلر اوربت؟ حركة دائرية كان مدار دائري، بتحرك بمدار دائري. مدار دائري شو المطلوب هنا؟ find v، بده سرعة تعيد البروتون، نحسب سرعة البروتون. هذا سؤال بسيط مباشر. فعنا بروتون بتحرك بسيركلر اوربت مدار مسار دائري، اعطاك نصف القطر، اعطاك البي، اعطاك كل شيء، بدك تحسب ال v. كيف نحسبها؟ بكل بساطة بتقول اخذنا قبل شوي القانون تبع R، عندك تكون حافظ واحد منهم على أساس تبلش فيه. لو أخذنا هذا اللي نقام نمسحها ياسر، Q V B بتساوي M V تربيع على R، أو بتبلش من عند الR كله بصير كويس. لأن بسألني هو عن ال V، بمختصر هاي مع هاي، فال V بتساوي Q في B تقسيم الM وضرب الR هنا، مظبوط؟ هاي ال V اللي عندي بدور عليها، عبارة عن R في Q في B تقسيم الأم، بس بهالبساطة هاي كويس. وتعوض الأرقام، شو الأرقام بدك تعوضها؟ هون بتعوض شحنة الإلكترون، البروتون نفس شحنة الإلكترون، البي المجال المغناطيسي معانا، هاي 14 سنتي بتحولها لأمتر، وهاي الأم الكتلة تاعت البروتون بتكون معطية معاك أو بطلها عن الجوجل، بتساوي 1.67 × 10^-27 كيلوغرام. لو عوضت الأرقام هاي كلها رح يطلع معك الجواب النهائي 4.7 × 10^6 متر بالسكن. هاي سرعة تعيد البروتون. سؤال بسيط جدا هذا، مباشر، مدهوش شيء، منطبق القانون مباشرة. نأخذ سؤال أصعب شوي. ولك الآن إلكترون
potential. potential. جبنا الالكترون وسرعناه من خلال فرق جهد المقدار وقداش 350 فولت. سرعنا الالكترون هذا 350 فولت. بعدها شو اللي صار؟ then hit. بعدين فات على مجال متعامد مع السرعة تاعيته، مجال مغناطيسي منتظم. بقول لك F R الراديوس تاع الحركة الدائرية تاعيته بيساوي 7.5 سنتي فاين بي. بحسب المجال المغناطيسي. هذا سؤال أصعب من القبلية. في عندنا إلكترون سرعناه من خلال فرق جهد مقداره 350 فولت. بعدين فات على مجال مغناطيسي متعامد، طبعا منتظم هذا المجال المغناطيسي، سيت حرك حركة دائرية منتظمة وأعطاك الآر بالسابي 7.5 سنتي. أحسب الماغنتيك فيل. واضح؟ يعني بكل بساطة في عندنا إلكترون طبقنا عليه فرق جهد فاكتسب سرعة فبلش يتحرك، دخلناه على مجال مغناطيسي فبلش يتحرك حركة دورانية وأعطاك الآر. المطلوب نحسب قداش شدة المجال المغناطيسي. واضح؟ كيف نحلو هذا؟ ترجع للقوانين تاعات الإلكتريك بوتنشال، الجهد الكهربائي. كنا نقول التغير في طاقة الوضع بيساوي Q في دلتا V. كيف حنا بنسرع إلكترون فعليا؟ نحطه مثلا بين صفيحتين، هذا الإلكترون راح يتنافر مع الصفيحة السالبة وينجذب نحو الصفيحة الموجبة وراح يكتسب سرعة بالحالة هاي، راح يتحرك بهذا الاتجاه. كيف تحرك الإلكترون؟ طبعا بتحرك عكس المجال، عكس اتجاه خطوط المجال الكهربائي. كويس. التغير في الطاقة الحركية، خلنا كمان زمان خط ثاني، تغير في الطاقة الحركية بيساوي عكس التغير في طاقة الوضع. بالنسبة للأنظمة المحافظة دائما التغير في الطاقة الحركية عكس التغير في طاقة الوضع. فنستنتج هنا نص ام في فاينل تربيع ناقص صفر بيساوي سالب كيو بدلتا في، بس عوضت محل هاي هون. واضح؟ الالكترون شحنته سالبه وهاي السالب كلها بعض شو بصير؟ مقدار موجب، مقدار موجب. الدلتا في هاي كمان مقدار موجب. ليش كمان مقدار موجب؟ لانه دائما بيمشي عكس المجال، الالكترون بيمشي عكس المجال، فدلتا في دائما ايش بتكون؟ موجبة 350 فولت. طبعا نستنتج هنا انه الـ V النهائية عبارة عن 2، هي حط Q عليها قيمة مطلقة، في دلتا V تقسيم M كله تحت الجذر. واضح؟ هاي السرعة تعيت الإلكترون عبارة عن 2 في شحنة الإلكترون كقيمة مطلقة في فرق الجهد تقسيم الكتلة تاعية الإلكترون. هل علاقة بتمكنني أحسب قداش السرعة تاعيته؟ لو عوضت الأرقام راح تطلع معكم 1.11 في 10^7 متر بالثانية. هيك تقريبا السؤال خلص. يعني حسبت السرعة بقدر أحسب الماجنتيك فيلد بكل بساطة. حد عنده سؤال لحد الآن؟ طب أقول بكل بساطة هنا كيو في في بي بتساوي أم في تربيع على R. احنا ندور هاي التربيع تروح مع التربيع، فالبي بتساوي ام في في على كيو في R. واضح؟ بنعود الارقام هون، بتعودوا كتله الالكترون، السرعه تاعيت الالكترون، الشحنه تاعيته، الراديوس طبعا بالامتار، وعوضت الارقام هاي كلها راح يطلع معكم الجواب بيساوي 8.4 في 10^-4 تسلا. هون طالب فرع بي بسيط جدا، كمان فرع بي بقول هنا بده الانجولر سبيد. فايند دي انجولر سبيد اللي هي الاوميجا، عباره عن في تقسيم ار. احنا قبل شوي طلعنا الفي بس بنقسمها على ار، نصف قطر الدوران تاعه، راح تطلع 1.5 في 10^8
تريليون بير سكند. مره ثانيه اذا قال لك انجولار سبيد بقصد الكميه هاي، قال لك سايكلتون فريكوانسي كمان بقصد نفس الكميه. السايكلتون فريكوانسي نفسه الانجولار سبيد كاسم، واضح؟ حد عنده اي سؤال لحد الان؟ طيب الدرس اللي بعديه 29.4. magnetic force in a wire with current I، تأثير المجال المغناطيسي على سلك جواته تيار كهربائي I. تخيلوا في عندنا magnetic field وفي عندنا هنا سلك. طبعا السلك إذا ما كانش جواته تيار كهربائي ما في قوة عليه، لأنه قلنا لازم الشحنات تكون تتحرك عشان تتولد قوة عليه. فهذا السلك في جواته تيار كهربائي، هذا اتجاه التيار الكهربائي مثلا، كويس؟ فشو بنستنتج؟ انه في عندنا شحنات كهربائيه قاعده بتتحرك جوات السلك، فاكيد راح تتاثر بقوه بسبب وجود المجال المغناطيسي الموجود عندنا هنا. القوه كيف نحسبها؟ احنا بنعرف كيف نحسب القوه على شحنه نقطيه، على شحنات لحالها مش على شحنات متصله. كنا نقول قبل شوي الاف بيساوي كيو في كروس بي، هاي القوة على ايش؟ على الشحنة كيو، هاي الشحنة كيو كانت عبارة عن شحنة نقاطية، كويس؟ شو بعمل بالحالة لما كنت في عندي سلك كبير؟ بحسب القوة على مقطع صغير من السلك، باجي باخذ مقطع صغير من السلك، هذا المقطع بدي اسميه دي اس، طوله قديش؟ دي اس المقطع هذا، هذا بكون جواته شوية شحنات، قديش كمية الشحنات اللي بتتحرك جواته؟ بدي اسميهن دي كيو، جزء من الشحنات الكثير الجوات السلك، هذا السلك كلياته معبى شحنات بتتحرك، كويس؟ فكمية الشحنات اللي بتتحرك هون بدي اسميها دي كيو. فبصفي عندي هون دي اف، بقصد بدي اف القوة بس ايش؟ على القطعة الصغيرة هاي، دي اف القوة بس على المقطع الصغير هذا، عبارة عن دي كيو في كروس بي، كويس؟ هاي القوة او جزء من القوة على السلك، السلك على قوة من كل النقاط، القوة بس على المقطع هذا بتساوي قديش؟ دي كيو في كروس بي. تمام؟ يعني نجي بالنسبة للفي، في معناها ايش؟ السرعة تاعت الشحنات بتتحرك، طبعا احنا هون بنتعامل مع تيار اصطلاحي، على اساس في عندنا شحنات موجبة بتمشي مع اتجاه التيار، شحنات موجبة ماشي مع اتجاه التيار، وفعليا او عمليا شو بكون؟ شحنات سالبة ماشي عكس التيار، النتيجة واحد، رح نركز على التيار الاصطلاحي عشان ما نتخربطش، في عندنا شحنات موجبة ماشي بسلك بهذا الاتجاه، كويس؟ هاي الشحنات الموجبة لها سرعة معينة بتقطع مسافة بالزمن، قديش المسافة اللي بتقطعها؟ بدي أسميها دي أس على دي تي، هاي المسافة المقطوعة خلال الفترة الزمنية هاي. يعني هون دي أس إيش بدي أخذها؟ قديش راح تقطع الشحنات هون خلال الفترة الزمنية دي تي؟ يعني هاي دي أس بدي أختار طولها بحيث تكون عبارة عن إيش؟ في في دي تي عمليا، واضح؟ فلان شو آخر نقطة أو آخر إشي بعمله؟ وروح بعوض محل السرعة هاي بالعلاقة هاي هون، شو بصير عندي؟ بصير عندي دي اف عبارة عن قلنا هون دي كيو في كروس بي، بصير دي كيو دي اس، احنا الفي قلنا يساوي دي اس على تي، فراح اعوض محلها في، لا خليها زي ما هي، آسف آسف. فبقول هنا دي كيو
بعوض هنا دي اس على دي تي كروس بي، تمام؟ لان بتطلع هنا في عنا دي كيو على دي تي، شو معنى الكميه هاي؟ دي كيو على دي تي التيار، ايوه هاي التيار، هاي عباره عن التيار الكهربائي، فهي بتساوي التيار في دي اس كروس بي. طبعا شو معنى دي اس؟ مقطع صغير من السلك اتجاهه باتجاه التيار بشكل التيار الكهربائي، هاي اتجاهه، هاي الدي اس، اتجاه الدي اس هيك كل مع التيار دائما مع التيار الكهربائي، واضح؟ فهذا هي ايش؟ الدي اف. اذا بدي احسب القوه على كل السلك كامل بدي اكامل على القوه، بدي اكامل على الطرفين، بدي اكامل على الطرف هذا وعلى الطرف هذا، منو بستنتج القوه المغناطيسيه على سلك جواته تيار؟ عبارة عن I في تكامل DS كروس B. هذا أول قانون، وهذا قانون صعب استخدامه، مش سهل هذا القانون. DS باتجاه التيار الكهربائي مقطع من السلك، لذلك أحسب القوة على السلك كامل، بدي أكامل على السلك كامل، شو بحدد حدود التكامل؟ السؤال نفسه، كويس؟ نأخذ حالة خاصة من القانون هذا بتنسألوا عليها كثير بالامتحان، حالة خاصة أهم، هاي الحالة الخاصة، هذا قانون عام. الحالة الخاصة if B is uniform، إذا كان عندنا المجال المغناطيسي منتظم and the wire is straight، إذا كان السلك مستقيم، في عندنا بكل بساطة السلك مستقيم طوله L وفي عنا مجال مغناطيسي منتظم، كيف نحسب القوة عليه؟ هذا حالة خاصة، هذا الحالة العامة، هاي حالة خاصة، وهي الحالة الخاصة مهمة كثير، كثير بتنسألوا عليها. عندك مجال مغناطيسي منتظم والسلك مستقيم طوله L، بالحالة هاي بالتكامل هنا بطلع البي بريت التكامل لأنها ثابت، كيف بطلعها؟ بقول بكل بساطة F I تكامل الدي اس كروس البي، باجي بحط هيك خط وخط على هاي، طلعت البي ايش؟ حطيت اقواس، طلعت البي بريت التكامل. هسه بدي اكمل الدي اس، الدي اس مجموع المسافات تاي، قديش مجموع المسافات الدي اس تاي؟ ال نفس السال. اذا شو بطلع القانون كلياته؟ بطلع اف بالحاله هاي عباره عن اي في ال كروس بي، واتجاه الال هو باتجاه التيار، هذا اتجاه الال، دائما اتجاه الال باتجاه التيار. هذه القوه على متى بنستخدم هذا القانون؟ اذا كان السلك مستقيم والمجال منتظم، لازم يكون بي ايش ماله يونيفورم، هي مهمه، لازم يكون الماجنتيك فيلد ايش ماله يونيفورم بالحاله هاي. كمقدار طبعا هذا اف عباره عن اي في ال في بي في الصانف، ايش الثيتا هاي؟ الزاويه المحصوره ما بين الال والمجال المغناطيسي، والال هو اتجاهه باتجاه التيار، دائما الال اتجاهه باتجاه التيار الاصطلاحي، اتجاهه باتجاه التيار الاصطلاحي. تمام؟ حد عنده اي سؤال لحد الان؟ هذا القانون مهم كثير، ركزوا لي عليه، هذا بتنسالوا عليه اكثر. طيب. اعطيكم كمان مثال. مثال اصعب شوي. بس اتجاه المجال بالحالة اللي اخذناها قبل شوي. اكيد. اذا كان عندنا هذا اتجاه التيار وهذا اتجاه الماجنتيك فيلد، بتحط الابهام باتجاه التيار، باتجاه الال، هذا اتجاه الال ما هو، والاربع اصابع باتجاه الماجنتيك فيلد، فين بتكون اتجاه القوة بالحالة هاي؟ الداخل. ايوه. انتو ذي بيج. واضح؟ طيب. هذا السؤال قلنا أصعب شوية، 29.4. في عنا سيمي سيركل نصف حلقة فيها تيار كهربائي بهذا الاتجاه، هاي سيمي سيركل جواتها تيار كهربائي، كويس؟ الماجنتيك فيلد كان يونيفورم هيك اتجاهه،
هذا اتجاه الماجنتيك فيلد. هاي نصف القطر تاعها عبارة عن R، هاي سيميتريك، نصف دائرة نصف حلقة، فعنا مجال مغناطيسي منتظم بيأثر عليها، وفي عنا التيار أعطاك اتجاه التيار الموجود عندنا هنا. المطلوب أن نحسب القوة المغناطيسية على الحلقة، شو نحسب هنا؟ Find the magnetic force the circle، نحسب الماجنتيك فورس على السيمي سيركل. واضح السؤال؟ كيف نحل السؤال هذا؟ هذا السؤال مشكلته مشكلة، ليش؟ لأنه هذا الخط منحني مش مستقيم، بدك تحله بدك تضطر تكامل، ما بتقدر تستخدم القانون السهل. يعني لو بتحسب القوة على الجزء اللي بالأسفل، خلينا نقسم قسمتها مثلا، هذا شايفين الجزء اللي بالأسفل هذا قديش القوة عليه؟ نقول بكل بساطة وأنت مغمض عبارة عن إيش؟ I في L كروس B، هذا كمتجه، كمقدار عبارة عن I قديش L، قديش طول السلك هذا المستقيم؟ نصف القطر R، قديش طول السلك هذا المستقيم؟ 2R بس. فهي 2 R ضرب B، قديش الزاوية ما بين هذا السلك والمجال، بين التيار والمجال؟ 90، فبطلع 1. فهي القوة بس، هذا هي القوة على السلك اللي عندنا هنا. وين اتجاه القوة هاي على السلك التحتاني بالسولف؟ الخارج. وانت بتحط الابهام باتجاه التيار، الاربع اصابع اتجاه الماجنتيك فيلد بتكون للبرغة للخارج، بتكون ايش؟ out of the page. واضح؟ هي حسب القوة على السلك اللي بالأسفل. طب قديش القوة على السلك اللي بالأعلى؟ هذا السلك المنحني، هذا الارك القوس، قديش القوة عليه؟ هذا حسابها ما بتقدر تستخدم القانون هذا، ايش لازم تستخدم بالحالة هاي؟ هنعمله مثلا القوة هون على هذا، بتقول F تكامل DS كروس B، هذا تكامل زنخ، مش مجبور تعمل التكامل هذا. أقول لك ليش مش مجبور تعمل التكامل هذا، طلعوا شلون، طلعوا على المثال اللي موجود عندي هنا. في عندي هاي الحلقة، هاي حلقة مغلقة صح؟ هاي closed loop، أنا بدي أحسب القوة على closed loop هاي الموجودة عندي هون، وأقول هنا F I تكامل DS كروس B، كويس؟ بدي أحط دائرة هون، ليش؟ لأن أنا بدي أحسب القوة إيش؟ على closed loop، هاي الحلقة بتطلعوا عليها إيش مالها؟ مغلقة، فهي closed loop، بدي أحسب القوة على حلقة مغلقة، كويس؟ فحطيت الدائرة هاي هون، متفقين؟ لأن شو قال لي هنا بالسؤال هذا؟ قال المجال هون الماجنتيك فيلد إيش ماله؟ يونيفورم منتظم، بقدر أطلعه بريت إيش؟ التكامل، فهذا بدي أشيله برا التكامل، فبدي أكامل هون، بدي أشيل هذا، طلعته بريت التكامل. فشو بصفي بدي أعمل؟ بدي أجمع الـ DS هاي، الإزاحات الصغيرة على حلقة مغلقة، بدك تجمع الـ DS هاي بعدين هاي بعدين هاي بعدين هاي بعدين هاي، وجمعتهم كلياتهم على حلقة مغلقة، قديش بطلع مجموعهم؟ باي ار؟ لا، يجمع دي اس مع دي اس مع دي اس، ترجع على نفس النقطة، مجموع الإزاحات، بلشت بنقطة ورجعت على نفس النقطة، شو مجموعهم بطلع؟ بلشت بالنقطة هاي وجمعت كل الإزاحات ورجعت على نفس النقطة، شو بطلع مجموع الإزاحات؟ يس. لا، إزاحة هاي متجه دي اس لليمين موجب، للشمال سالب تكون. تكون صفر مالكم، مجموع الإزاحات، هاي الإزاحات المتجهة هون عليها فيكتور كوانتيت، هاي دي اس متجهة. رجع النقطة الأصلية. أيوة، هاي الدائرة شو معناها؟ على كلوز لوب، تبلش بنقطة ترجع نفس النقطة، فمجموعهم بطلع صفر. هاي الكمية لما تكاملها بطلع مجموعها صفر، فبطلع القوة كلياتها ايش بتساوي؟ صفر. فنعمم منها، هاي نتيجة مهمة، خلينا نعممها. فمنقول هنا تعميم تاع النتيجة هاي
ان يونيفورم فيلد لما يكون في عندنا مجال مغناطيسي منتظم ذي نت فورس اون اني كلوزد ضرب الخط صح الزيرو القوة المحصلة على أي كلوز لوب بتكون بتساوي صفر إذا كان عندك مجال مغناطيسي منتظم. كان عندنا كلوز لوب شكلها على شكل والله مثلث أو كان على شكل دائرة أو كانت على شكل نصف دائرة أو أي شكل عشوائي، قديش القوة المغناطيسية بالحالة هاي؟ الصفر. مجموع القوة كلياتنا على بعضهم، مجموع القوة المغناطيسية على هاي صفر، مجموع القوة على هاي صفر، مجموع القوة على هاي صفر. يعني بالامتحان بكون يسألك إيش القوة بس على الضلع هذا، مش صفر، القوة على كل الأضلاع صفر، القوة على كل هاي صفر. واضح؟ مجموع القوة على كل الكلوز لوب بكون صفر. متى هذا صحيح؟ إذا كانت اللوب كلوز مسكرة وكان المجال إيش ماله منتظم. فنرجع للسؤال تاعنا، كل هاي الأشياء بتنطبق. بحالتنا هاي، هاي الحلقة إيش مالها؟ كلوز لوب. فقديش مجموع القوى عليها راح يكون كله على بعضه؟ مالكم؟ صفر يعني. راح يكون صفر هون. ليش؟ لأن المجال منتظم وهاي كلوز لوب. كويس. طيب إذا بالامتحان سألك سؤال زينس قال لك ايش القوة بس على الجزء العلوي على الاركاد على القوس هذا على الجزء المنحني، قديش القوة بس على هذا اللي بالازرق هذا الفوقاني بس؟ ضللكم اياه بان القوة على هذا الاشي على الجزء هذا من السلك. كيف نحلو هذا؟ تكون سالب القوة للعلوي. القانون كانه لا فيش داعي كامل زي ما قال زميلك. كويس كريم، ما في داعي استخدم القانون هذا. انا بعرف مجموع القوه كلها بعضها صفر صح؟ القوه على السلك التحتاني مع القوس ايش بطلع مجموعهم؟ صفر. قديش القوه على السلك التحتاني؟ هل قده؟ فشو هاي راح تكون القوه عليها؟ قدها وعكسها، قدها وعكسها. فبستنتج هنا هذا السلك ارسم لك اياه من جديد، هذا اتجاه التيار فيه. كويس. هذا اللي بالأصفر القوة عليه قديش كانت؟ كتبنا لكم هيك قبل شوية، كانت 2 2 باي آر في بي. واش كتبها بطريقة أو كتبها هذا آي في 2 آر في بي. هاي القوة وين كان تجاهها؟ كان تجاهها out. كويس. لأن هذا الجزء اللي بالأخضر واضح الخط عندكم، هذا اللي بالأخضر راح تكون القوة عليه إيش؟ عكسه. راح تكون كمان بتساوي I في 2 R في B، بس بتكون إيش اتجاهها؟ into the beach. بحيث لما تجمع القوة على هذا والقوة هذا شو يطلع مجموعهم؟ صفر. لازم يطلع جبالي مجموعهم صفر، يعني فيش داعي أكامل على السيليكات. خلص بقول ما هو مجموعهم صفر، معناته القوة هو نفسه هون بس عكسها بهالبساطة هاي. واضح النقطة هاي؟ هاي بتريحكم الامتحان يعني. طيب